السلام عليكم. اهتز ثلاثة سكان بلدية تيوغريت بولاية جلفة على وقع فاجعة وفاة 14 حراق أبحروا من شواطئ منطقة الدشرية الحدودية بين ولايتي جلف ومستغانم. وحسب سكان وأقارب الضحايا ببلدية تيوغريت وسائل الإعلام المحلية، فإن مجموعة الحراق والتي كانت تضم أفراد ثلاث عائلات بالإضافة لشابين وقائد الرحلة الضحايا اختاروا منطقة الدشرية والفاصلة بين ولاية جلف ومستغانم للإبحار سرا باتجاه الضفة المقابلة. ولدى بلوغهم مشارف الحدود الإسبانية انقلب القارب الذي كانوا يمتطونه ولم يتمكنوا من مواصلة الرحلة بسبب افتقادهم لوسائل الإنقاذ، فيما عدا الفتاة والبالغة من العمر 14 سنة والتي توفيت ليلة أمس بأحد مستشفيات إسبانيا رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان.